اليوم سوف نشرح لكم كيفية فتح حساب في تطبيق ريفولت. أولا إدخال رقم الجوال، وقبل ذلك اسبقه رمز الدولة، ثم إنشاء حساب أو الرقم السري، ثم إدخال التفاصيل الشخصية وعنوانك في بريطانيا فقط، ثم إدخال البريد الإلكتروني، ثم نشحن هذا التطبيق ب10 باوند أقل شيء. نشحن دهن ب10 باوند، 10 جنيهات استرليني. ثم يمكن لنا شحنها من خلال التحويل من بنك إلى بنك، أو من خلال إدخال بطاقتك البنكية. أدخلنا البطاقة، شحننا الآن ب10 باوند. لازم تثبت أن بمستند أو بوثيقة، وثيقة جواز السفر كافية في ذلك. تأخذ صورة لوثيقتك وهي جواز السفر، الصورة الأولى للجواز، ثم نأخذ صورة شخصية يتحتم عدم لبس النظارات أو الشماغ أو الكاب. تم للحين، سوف نفعل البطاقة، إدخال رقم البطاقة الذي وصل على الإيميل. تم الآن تفعيل البطاقة. يمكن لك تحويل العملات، يمكن لنا أن نحول من عملة إلى عملة أخرى، مثلا من باوند إلى أي عملة أخرى على سبيل المثال إلى يورو، ثم نسوي تحويل، ثم تم تحويل من باوند إلى يورو. هذه البطاقة يمكن لك طلب هذه البطاقة، سعرها 4 باوند فاصل 99 بنس أو عادي، أما المستعجل تقريبا 12 باوند.